أكيد أن تونس ما هيش جزيرة معزولة عن الواقع الإقليمي والدولي، أكيد أنه تتأثر ويأثر فيها الواقع الدولي، وأكيد أنه عديد الدول عندها مصلحة في استقرار بلادنا على الأقل مصالح اقتصادية مشتركة. يعني ما هو تأثير الدولي والإقليمي فيما يجري الآن من تجاذبات سياسية، خصوصا تعرف أنه التدخلات الدولية في الانتخابات موجودة، روسيا متهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية السابقة وبتصعيد ترامب، والاتهامات ما زالت موجهة إلى اليوم. يعني شنو تقديرك أنت، وين مصلحة الفاعلين الإقليميين والدوليين اللي عندهم مصالح في بلادنا في الانتخابات القادمة؟ شوف، هو لا شك أنه ثم دور للقوى الإقليمية والقوى الدولية ومصالح، وهذا طبيعي. يعني ساعات نسمع أنا الرئيس سعيد يحكي على السيادة وأنه ما يدخلوش في شؤوننا الداخلية، ما ثم حتى السيادة معطى نسبي. يعني حتى الصين يدخلوا لها في شؤونها الداخلية، وروسيا يدخلوا لها في شؤونها الداخلية، وأمريكا يدخلوا لها في شؤونها الداخلية، وكل ما سرنا الآن إلى الأمام في التاريخ، وهالمجتمع الدولي هذا طور آلياته العالمية. أنت اليوم مواطن عالمي غصبا عنك بالجهاز اللي انت تحمله هذاك، وليت مواطن عالمي. ما تنجمش انت اليوم تحيد دور منصة اكس ولا الفيسبوك ولا التيك توك. البارح نسمع في واحد يحلل، قال شنو المعطى المضاف في الصراع في فلسطين في غزة، الله ينصر اخواننا، معناها قال هو التيك توك. التيك توك ساهم في تغيير المزاج العالمي والرأي العالمي وقلب الرأي العام الدولي ضد الرواية الإسرائيلية. يعني من كان يقول بأنه هذا تيك توك منصة معناها تلعب كل هذا الدور، فأنك أنت تحلل بمنطق الستينات، منطق قبل انهيار الجدار، وبالمنطق السيادوي هذا بين ظفرين، معناها السيادة ما عليهاش وقت اللي نمشوا نتسلفوا فلوس ويقرضونا دول أخرى ويكلفونا بحراسة شواطئهم إلى غير ذلك، والسيادة تولي مشكلة وقت اللي يقولونا والله نحن معناها نحبوا عملية شفافة ديمقراطية تفرز معناها أو تجسد إرادة الشعب بطريقة أفضل إلى غير ذلك. فأنا رأي المعادلة الإقليمية والدولية هي معادلة، هي جزء من المعادلة، ولا يمكن أن تعزل نفسك عنها وعن تأثيراتها. يعني احنا في انتخابات 2019 هالمنصات هالصفحات التي فتحت بطريقة معناها إقليمية ولا بطريقة دولية ما لعبتش دور في نتيجة الانتخابات، لعبت دور، ولكن هذا قانون اللعبة. نقوله معناها الحل هو أنه نلغوا الفيسبوك ولا نلغوا ولا نوقفوا منصة، ثم تجارب نحسب وجهنا فيك أي، ولا حاولت تمنع، ولكن اليوم المنع ممكن؟ ماهوش ممكن. فعلاش ديما نقول لك لا يصح إلا صحيح؟ الأفضل أنه نحتكم القواعد معناها اجتماع سياسي معقولة. يعني طيلة العشرية واحد ما لما الباجي قائد سبسي يخرج في المحافل الدولية كيف كان يعامل؟ كان يعامل بكل احترام، باحترام شديد، بل ثم رؤساء دول فاعلة معناه يجروا وراه باش يصوروا يلتقطوا معاها صورة. علاش؟ قوته منين جاية؟ جاية من أنه هو رئيس ديمقراطي منتخب لم يضع معناها شخصا في السجن، وكذلك بالنسبة للرئيس المرزوقي، رغم أنه الرئيس المرزوقي منتخب بطريقة غير مباشرة، ولكن كان أيضا يستقبل في المحافل الدولية وقوته وين راجع؟ لأنه رئيس ديمقراطي، لأنه يقف على قاعدة نظام سياسي ديمقراطي جدير بالاحترام. وأنا دائما نقول اللي الحاكم الديمقراطي هو أقوى الحكام في مواجهة الإقليم في مواجهة الخارج، على عكس الحاكم الأقل ديمقراطية أو الحاكم اللي ينتمي لأنظمة هجينة إلى غير ذلك. عادة ما يكون نظام ضعيف، وعادة ما يراهن على قضايا أخرى، مش يعني في تعديل صورته نسبيا.
يعني حتى يؤخذ بعين إما مثلا قوة ديموغرافية مثل الصين، ولا قوة نووية مثل روسيا، ولا العلاقة مع في إطار اتفاقية التطبيع ودوره في اتفاقية السلام مثل مصر إلى غير ذلك. إنما أنا أقول في وضعنا في تونس، نراه الشعب التونسي وتونس لا تحكم إلا بنظام ديمقراطي، وغير ذلك هو تبديد للثروة الوطنية وتلاعب بالمصالح الوطنية العليا، وفي نهاية الأمر لن يصح إلا صحيح، وفي نهاية الأمر هذه تونس ستكون ديمقراطية مدنية سلمية منارة للإصلاح وللتغيير في هذه المنطقة العربية الكل. تونس ستغير هذه المنطقة إلى قدرها الذي يجب أن تكون عليه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. خليني كلمة أخيرة دكتور. قدر هذه الأمة مثل قدر تونس. أنا أتوقع أن تكون هناك موجة جديدة للربيع العربي مثل ما كانت للثورة الفرنسية موجة جديدة، لأن هذه الأنظمة المستبدة أو شبه المستبدة في منطقتنا ليس لها أفق للاستدامة، هي أنظمة فاشلة وستفشل أكثر وستغرق المنطقة أكثر وستضعف قدرتها على حماية مصالحها أكثر. الحل هو في إقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية تحقق أحلام أمتنا في الوحدة في الحرية وفي الوحدة وفي التقدم وفي النهوض. هذه الأمة ستعود للعب دورها بإذن الله على المستوى العالمي، وبلادنا تونس هذه دائما مرشحة كمنارة إصلاحية للإصلاح وللتغيير منذ قرون، وفي التاريخ الحديث منذ القرن 19 وتونس منارة إصلاحية. هي صحيح جغرافيا وديموغرافيا صغيرة أو متوسطة، ولكنها كبيرة بفعلها الفكري والسياسي والإصلاحي والحضاري بإذن الله. أنا متفائل بالمستقبل إن شاء الله. شكرا لك الدكتور خالد، شكرا لك على كل ما أفدتنا به، رئيس المعهد العربي للديمقراطية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من لقاء خاص. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.